فخامة رئيس الجمهورية التقي ولأول مرة بأعضاء حكومة الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وذلك في مجلس الوزراء الذي حضره معالي رئيس الوزراء الذي جاء ليقدم أعضاء حكومته لفخامة رئيس الجمهورية. وزير المالية والميزانية عقد اجتماعا موسعا مع الفاعلين الاقتصاديين بهدف مناقشة مختلف القضايا المتعلقة برفع عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية. عقد اليوم أول مجلس للوزراء ضم أعضاء حكومة الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي برئاسة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وبحضور رئيس الوزراء بايمي بالاكي ألبير الذي جاء ليقدم أعضاء حكومته لفخامة رئيس الجمهورية. إشراق عبد الله رحمة. بعد تشكيل حكومة الرابع والعشرون من ديسمبر 2017 يعقد أول مجلس وزراء تحت رئاسة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بحضور الوزراء الجدد بقيادة رئيس الوزراء باهيمي باتاكي ألبير. في بداية الجلسة الوزارية هنأ رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الوزراء الجدد على المسؤولية التي أوكلت إياهم، كما سرد فخامته للوزراء الجدد جميع الصعوبات والظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد، وبالرغم من كل التحديات عليهم أن يعملوا بشفافية وإخلاص من أجل المصلحة العامة للمواطنين. كما طلب رئيس الجمهورية من الوزراء العمل من أجل تنفيذ البرامج والخطط التي أوكلت إليهم، وأن البلاد في انتظار الكثير من أعضاء الحكومة الجدد في جميع المجالات سيما القطاعات التنمية الخاصة والعامة. وأخيرا تمنى رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مزيد من التقدم في العمل الوزاري، مشيرا بضرورة التضامن فيما بينهم وأخذ هذه الإرشادات بعين الاعتبار من أجل نجاح عمل كل وزارة، وهذا ما يحقق المصالح العليا للمواطنين، وكذا كل ما يصب إليه من رفاهية وازدهار وإنعاش الاقتصاد الوطني بالبلاد. وعقب نهاية المجلس فقد عبر بعض الوزراء عن انطباعاتهم قائلين في ميكروفون الزميلة إشراق عبد الله رحمة. أكيد في وزارة السكرتارية جنرال حق الحكومة مكلفة بالشؤون مع البرلمان، وثاني مكلفة بالريفور يعني التغيير البجي حسي في بلدنا، يعني في الكتب في الدستور وفي كله، يعني كل الحاجات اللي بخص البلد بخص التنمية بخص الديفلوبمنت حق بلدنا. يعني أنا نشكر السيد الرئيس ورئيس الوزراء في الأمانة اللي كلفوني به، ويعني أنا تحت نعمل واجباتي عشان الإدارة تمشي كويس، ونطلب من السياسيين ومن كل الناس اللي بعدين بيشتركوا في الريفورم يكونوا حاضرين معنا، ما يخلوا كرسي فاضي عشان أي ما فكرة جاية من تشادي هي فكرة عزيزة أن إحنا نقبلوها في الخدمة ده إلا نسو نمشو بناس كل بجماعة كل اللي يقدروا يخدموا نمشي معهم اللي ما يقدر يخدم ده يقال السبب. هسا حاليا قروش ما في، هسا حاليا بارتنير كل كتير في كادرنا بيندي يجونا، يعني كيف نسو يعني يجونا ويساعدونا كونتس حقين. هسا حاليا على الإيكونومي قاعد في ما ينفر كيف نسو responsabilité là, yani nakhadou ou sur le responsabilité les nasal yabdrou saoudouna len mochoukhine mahal pantana la mochoukita waki di jubou sou gouvernement en tout orientation voilà enquête pour faire orientation ma race orientation dor gouvernement c'est rien shit de le gouvernement en bête la antenne orientation orientation à rationalité orientation en un acte disponible les chars ma cadre chalon ala nafisna ma chalon ala nserbi chars les balad nafisna.